تواصلاً لحزمة المساعدات الإماراتية السخية لشعبنا في مختلف القطاعات، وصلت عدن أمس الأربعاء معدات ومكونات لتصريف الطاقة، آخر مكونات مشروع الطاقة الشمسية بالعاصمة والمقدمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل معدات تصريف الطاقة التي كان في استقبالها وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس ومانع بن يمين وزير الكهرباء المرحلة النهائية من محطة الطاقة الشمسية التي تعد أول مشروع استراتيجي ونوعي في الجنوب للطاقة النظيفة، والذي يضع قطاع الكهرباء على طريق التحول الكامل للاعتماد على الطاقة البديلة والنظيفة. لملس وبن يمين قدما شكرهما لدولة الإمارات على هذا الدعم السخي لقطاع الكهرباء الذي يستجيب لاحتياجات سكان العاصمة عدن في الوقت الراهن. وصول وتركيب مكونات التصريف سيكون من شأنه إتمام ربط المحطة الشمسية 120 ميجاوات التي شرفت على الانتهاء من تركيبها وإدخالها للخدمة لرفع مستوى التوليد نسبيا خلال ساعات النهار قريبا. المعدات الحديثة وبما أنها قابلة لاستيعاب 600 ميجا ستحقق إمكانية زيادة نسب الاستفادة منها عند التوسعة بالمرحلة القادمة، ما يحقق تأمين تشغيل الكهرباء طوال ساعات النهار في عدن خلال العام كاملا والحصول على طاقة مجانية نظيفة. ستوفر على الدولة ملايين الدولارات التي تنفق لشراء الوقود. يأتي إنجاز مشروع الطاقة الشمسية المقدم هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل انهيار شبه كامل لقطاع الكهرباء في العاصمة الجنوبية عدن، والتي يعاني مواطنوها من ازدياد متصاعد لساعات انقطاع التيار الكهربائي، ما ولد سخطا شعبيا واسعا ضد الحكومة اليمنية التي جعلت من ملف الكهرباء وباقي الخدمات ورقة ضغط سياسية لتعذيب شعب الجنوب في محاولة لإثنائه على الاستمرار في الدفاع عن خياراته السياسية وهدف استعادة دولته. ثقور الجنوب.